حركة ربائية بتحقيق الأفضلية في هذه المرحلة المبكرة من المباراة. سكوتا. ريال مدريد يسجل في بداية المباراة بطريقة رائعة. ريال مدريد يتقدم بهدف نظيف. ربما فرصة الآن. والكرة في الشباك. جول. النصر عادوا إلى المباراة ثانية. يمكن استغلال المساحة إذا كانت التمريرة جيدة. فقد كانت سريعة ودقيقة ولذلك كانت ناجحة. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. أدور فاتسي. أندر إيريرا. تاتي. تاتي سدد. محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. كنا نتوقع جميعا من لاعب بمهارته أن يسجل. ما من شك في أنه تحول إلى دينامو الفريق. صار المثل لزملائه والمحرك الرئيسي للفريق. إنه كالجوكر. تييني يحتاج إلى المسند. تييني كرة على الجانب. تسديدة كانت قريبة للغاية لكن طالما لم تدخل المرمى فلن تحتسب. تيراسي. جوناتان دي غوزمان مرر تمريرة حاسمة ترجمت إلى هدف. كرة جميلة. توتي سدد. كرة تعدي. جول. لقد سجلوا الهدف الذي يمكن أن يكون هدف الفوز في المباراة. كرة مثالية في أروع اللحظات الكروية حققت النهاية الخيالية. أصبح له هدفان في سجله في هذه المباراة الآن. ولديهم تقدم غالي بهدف واحد. سوزو. جوناتان دي غوزمان. تاتي. كرة طولية في المساحة الخالية. سوزو. تيراسي. سوزو. تيراسي. تيراسي يوزعها باتجاه منطقة الخطر. جوناتان دي غوزمان. كرة ممتازة. فرصة للتسديد. تعرض الحارس لاختبار حقيقي في هذه الكرة بالتأكيد. محاولة رائعة. تسديدة جميلة من مسافة بعيدة. كرة طولية إلى الأمام. تييني. باجو. جوناتان دي غوزمان.
Ajo. Jonathan de Guzman. تغيير اللعب على الرواق. جوناثان دي غوزمان. والحكم سيد القرار يعلن نهاية نصف المشروع. شاهدنا ثلاثة أهداف في الشوط الأول والنتيجة الآن هدفان لهدف. أدور فاتزي. شير كارمي يلعبها توليا. فرصة خطيرة هنا، كرة نحو الأمام لا تصل بالشكل المطلوب. كوتي في أفضلية رائعة بتسجيل هدفين غير عاديين. محاولة يتصدى لها الدفاع، تمشي الكرة على الأطراف. كرة لا تمر، تمنع سيناريو مر. يبعدون الخطر عن ميدانه. هدفان باسمه في لوحة الشرف بالفعل، وقد يجعلها ثلاثة. مع الأداء الكبير الذي يقدمه فكل الظروف تشير إلى أن الهاتريك قادم لا محالة. كرة تونية إلى الأمام. يحاول أن يلعبها بينية. تألق الحارس ومنع الخطورة إثر ضربة ركنية صعبة. يتحرك للعب الركنية. وصلوا بها إلى بر الأمام. لو مرت لكانت خطيرة. دفاع ممتاز. شير كارمي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. ريال مدريد لا يزال بوسعه إجراء تغيير واحد من ثلاثة. ممتازة على الرواق الأيمن، هذه عملية واعدة. جوناثان دي غوزمان. تييني. جوناثان دي غوزمان. كرة حائرة لا يستفيد منها أي فريق. إنه يتحرك إلى الأمام. ليحرزون الهدف بطريقة ولا أجمل. لم يكن في الإمكان أفضل من مكان، والكرة في أفضل مكان. سجل هدفين في هذه المباراة وأصبح في طريقه لتسجيل هاتريك. أصبحت المباراة متعادلة الآن. خورخي فالديفيا. جوناثان دي غوزمان. قد تكون هذه فرصته. لا يزال خارج المنطقة. أندر إيريرا. شير كارمي يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة. جوناثان دي غوزمان. والكرة ملعوبة إلى الأمام.
يحاول لعب كرة بينية غدارة. تيراسي، سوزو، خورخي فالديفيا، جوناتان دي غوزمان، خورخي فالديفيا، كوتي. تيراسي، خورخي فالديفيا، جوناتان دي غوزمان، تييني. يخرج الحكم الورقة الصفراء، قرار سليم. تيراسي، خورخي فالديفيا، فرصة سانحة، يلعب كرة بينية ساقطة ويحرز الهدف. استعادوا التقدم بأسلوب رائع. جول جول، توزيع رائع، وجدت النهاية الأروع. النصر متقدم بفارق هدف الآن، هل يمكنه تسجيل الهدف؟ في هذه الدقائق الأخيرة يجب عليهم أن يتقدموا إلى الأمام إذا كانوا يريدون تحقيق نتيجة إيجابية. ديرا يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. جوناتان دي غوزمان، يستحوذ على الكرة في أجمل صورة. على مشارف الوقت بدل الضايع. جوناتان دي غوزمان، تييني، جوناتان دي غوزمان، تيراسي. صافرة النهاية، خسارة بطعم المرارة، ظن الجميع أنهم
Thank you.